هو معظم الفرح كان اهلي بصراحه، يعني هم قلبوا الفرح زي ما قلت لحضراتكم، يعني اهلي ومدرجات وعروسه، عروسه لابسه التيشيرت، العروسه اللي انا اعرفه يعني اللي اتربيت عليه، العروسه بيبقى يوم فرحها الفستان، هي اول ما البنت كده بتبدا تفكر تقول لك فستان الفرح، وازاي ابقى في فستان الفرح، العروسه لابسه تيشيرت الاهلي على فستان الفرح طول الفرح، حاجه جميله جدا وحاجه فعلا والله العظيم انا يعني جسمي بيقشعر. والعريس كمان البدله، قبل كده شفنا برضو عريس وعروسه لابسين حاجه، دي الجمال الاهلاويه اللي حضراتكم بتحرموهم، يا ريت انتوا اللي بتحرموهم، يا ريت انتوا اللي بتحرموهم اللي بتحرموهم يعني، يا ريت الواحد يقول كده، ده احنا عندنا حد بياخد قرار، واحد نفسه بصراحه. لكن بصراحه الموضوع كبير جدا، والموضوع لازم يتدخل فيه ناس مسؤوله وناس عقلانيه في البلد اللي احنا كلنا بننتمي ليه وكلنا بنعشق ترابه، لان ده مش في مصلحه حد خالص يا جماعه. معنى انا نفسي اقول كمان، انا نفسي يعني اكلم الريس نفسه اقول له الدنيا مش في مصلحه الكوره خالص، الدنيا ماشيه مش في مصلحه الكوره، احنا كلنا بننتمي لهذا الوطن الكبير جدا، الاهلاويه بيعشقوا تراب الوطن، والزملكاويه كله بيعشق تراب الوطن، كلنا نفسنا المصلحه العامه هي اللي تسود مش مصلحه افراد، لكن اللي بيحصل ما فيهوش اي مصلحه عامه للاسف الشديد. تعالوا نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الاهلاوي الكابتن احمد سامي المدير السابق لفريق النجوم اللي شرفني بعد قليل.